لازم تفعيل الدور الرقابي، ولازم يبقى عندنا سعر معلن، ولازم ان احنا نوسع النهارده الاليات اللي المواطن فيها، ما يضطرش ان هو يتعامل مع التجار فقط. يعني خليني اقول لحضرتك، توسيع فكره اطلاق صناديق المعادن الثمينه دي احدى مش بدعه، دي احنا مش بنخترع العجله، الصناديق دي موجوده في دول العالم كله وبيتعامل عليها المستثمرين. انا النهارده كمواطن بسمع ان الذهب ده عايز استثمر فيه، وعارف ان هو استثمار على المدى الطويل وبيعكس معدلات التضخم وهيحافظ على قيمه فلوس، بس انا معيش 50 60 الف جنيه عشان اروح اشتري لي سبيكه ده من اول 10 جنيه، الوثيقه تبدا من 10 جنيه بالظبط كده بالظبط كده. فالنهارده في اليات لازم نوسع، واحنا دورنا في الاعلام، وده دور حضرتك اللي انا شايفه ان حضرتك مهتم بيه جدا، ان احنا نبتدي نعمل نوع من التوعيه للمواطن ان في صناديق للاستثمار في الذهب، في صناديق للاستثمار في اذون الخزانه اللي تصدرها الدوله، والصناديق هتوفر لك عائد جيد جدا تقدر تستثمر فيها، وتقدر تبيع وتاخد فلوسك في نفس اليوم لو انت هتستثمر في صناديق لا، وبتاخد العائد بتاعك مقدم وكله، يعني السندات دي بتبقى جميله برضو بصراحه.